سفراء تورغ يحطون الرحالة بولاية البيض ليكتشف عشاق الأغنية الشعبية المحلية آلة التيندي الممزوجة بألحان فنانة إسكتا لالا بادي. تيندي هذا تجي بالجلد، تجي بالغودان، تجي بالحولي يكحل، تجي بالكوردة هذا اللي متنوا فيها، ونكبروا الصوت بالحجرة هذه كي باغيين نضربوها بالحجرة باش يكون الصوت نتاعها هايلة، ونبدلوها بالماء باش تزين صوتها. وهذه تندي حاجة تقليدة من حلقة نتاع التوارق بأهازيج محلية تعكس عمق الأهجار ورقصات متناغمة صنعت الفرجة وكانت محل تقدير الجمهور الحاضر. احنا نرحبوا بفرقة تمرست هذه للفنون الشعبية والفنون الأصيلة بولاية البيض، وماذا بينا تكون فيه تبادلات حتى يتسنى لسكان ولاية البيض والشباب نتاع ولاية البيض انه يتعرف على ثقافات كل الولايات خاصة الصحراء تاعنا. وحتى تلبى رغبات الشباب قام عازف فرقة إسكتا بمزاوجة التاندي بالآلات العصرية. وحنا كشباب نستعملوا لي جيتار الكتريك لا باز جنبي الآلات العصرية. هي نقلة نوعية استحسنها فنانو المنطقة وطالبوا بترقيتها إلى عدد من مناطق الجزائر العميقة.